شوف اخواتي ماشي يعني اشوفهم اشتقت لهم. قبل 3 أشهر خرجت ألما من تحت أنقاض منزلها المنهار، كان همها إنقاذ عائلتها وعبثا حاولت. ألما شوف الأم وين هلقيت تعالي. ألما وين اخواتك؟ جنبك؟ طلع علي. اخواتي هنا هنا، هذه الأم اللي بتزعج هنا. لقد خرجت ألما وحيدة يتيمة بلا عائلة بعد أن غير صاروخ إسرائيلي مستقبلها إلى الأبد. رحلات نزوح خاضتها الطفلة ذات 12 عاما لتستقر في هذه الخيمة مع الباقية الوحيدة من عائلتها، عمتها وعدد من صغارها. استشهدوا أبويا وأمي وإخواتي وانقصف شارع يرموك وانقصفت معاه دارنا وصابنا أنا وأبويا وإخواتي. تحاول ألما تجاوز ألمها وجراحها النفسية والجسدية بمجموعة من الأقلام الملونة ترسم بها صوراً من عالم الخيال علها تنسيها الواقع المظلم. من يوم الوضع مأساة، وضع النفسي تعبان جداً، تحلم في أهلها، تحلم في أخوتها، في أمها، في أبوها، فوضع مأساة جداً. مصير الطفلة ألما مشترك مع آلاف الأطفال الذين فقدوا الأهل والسكن، حيث تشير تقديرات الأونروا إلى أن 17,000 طفل في قطاع غزة أصبحوا أيتاماً بعد أن فقدوا أحد آبائهم على الأقل منذ بداية الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 30,000 غزي، بينهم 13,430 طفلة قضوا نتيجة القصف أو الجوع.